لوضع يعني هذه كانيول، هذه القناة ليخرج لكي يخرج البول مباشرة من المتانة، ويحمل الشخص معه كيس بلاستيك طبعا مملوء بالبول، شرف الله قدرك. شيء محرج، شيء محرج أن يفهم الناس هذه الأشياء. ربما يكون الحل بسيط، ربما يكون الحل بسيط، لكن هل يقتنع الناس أم لا؟ فلا أدري. ثم يعيشون هذا المشكل، وهؤلاء هذه الفئة يعني تجدهم دائما في المختبر يراقبون البي اس اي. البي اس اي تعني بروستات سبيسيفيك انتيجين، بي اس اي، دائما يقومون بهذه التحليلة لأنها مؤشر، وهذه التحليلة هي مؤشر سرطان، لأنها إذا ارتفعت يعني بمستوى عالي فالطبيب يشك في السرطان. الحالات التي أخذت 100% هذا التضخم يعني رجع، يعني بروستاتا حجمها جيد، بي اس انخفض بهذه الطريقة، هذا البروتوكول، ولا أحد من هؤلاء الذين يتناولون لا أحد وصل إلى سرطان البروستاتا. هناك أشخاص يعني يأخذون من 2006، من سنة 2006 إلى الآن 14 سنة، يعني حالتهم جيدة، ويعني هذه الأشياء يعني نحن عملنا كثير في هذا الميدان. فتضخم البروستاتا يعني انتفاخ البروستاتا، تأخذ حجم كبير، تضغط على المتانة والمسالك البولية، يقل يعني ينقص حجم المتانة، ثم هذا الشخص يجب أن طبعا أن يتبول، شرف الله وقدركم، ويبقى يعني يخرج عدة مرات للمرحاض، يبقى دائما يخرج للمرحاض عدة مرات، 5 7 8 في الليلة، هنا على حسب الحالات. وقد تصل يعني هذا التضخم، قد يصل هذا الانتفاخ إلى أن هذه البروستاتا يعني تضغط تماما، تضغط على المسالك البولية بقوة ثم تحبس هذا البول تماما، وهو حالة استعجالية. يضطر الطبيب لوضع يعني هذه الكانيول، هذه القناة، لكي يخرج البول مباشرة من المتانة، ويحمل الشخص معه كيس بلاستيك طبعا مملوء بالبول، شرف الله قدرك. شيء محرج، شيء محرج أن يفهم الناس هذه الأشياء. ربما يكون الحل بسيط، ربما يكون الحل بسيط، لكن هل يقتنع الناس أم لا؟ فلا أدري، وأنا لست لأقنع الناس. فهل هذا التضخم بروستاتا يظهر عند العائلات الميسورة، ويستهلكون اللحوم يوميا ولا يتحركون، يستهلكون اللحوم بكثرة ويوميا ولا يتحركون، طبعا لا يستهلكون النبات، الألياف الغذائية، ثم يعيشون هذا المشكل. وهؤلاء هذه الفئة يعني تجدهم دائما في المختبر يراقبون البي اس اي. البي اس اي تعني بروستات سبيسيفيك انتيجين، بي اس اي، دائما يقومون بهذه التحليلة لأنها مؤشر، وهذه التحليلة هي مؤشر سرطان، لأنها إذا ارتفعت يعني بمستوى عالي فالطبيب يشك في السرطان، لكن إذا بقيت في حدود يعني أقل من 4 فما تحت فهي جيدة. وهؤلاء الآن هؤلاء الذين يستهلكون لحوم يوميا ولا يتحركون، لأن لديهم سيارات، ولأن لديهم رفاهية، ولديهم دخل جيد، ويعني يستهلكون لحوم بكثرة يوميا وصباح مساء ولا يتحركون، يعيشون حياتهم مع البي اس اي. فيعني هذه الأعمار فوق 55 لا مشكلة، لكن هناك يعني كثير من الحالات الآن أعمارهم ما دون 40 ولديهم مشكل تضخم بروستاتا. هذا من جهة، هذا السبب الرئيس. هناك بعض الباحثين أضافوا الكافيين، استهلاك الكافيين كذلك يعني كثرة الإفراط في استهلاك الكافيين، وكذلك الكحول بالنسبة للبلدان الغير إسلامية، استهلاك الكحول كذلك، ثم بعض الأدوية التي تزيد في هذا التضخم. الأدوية، أدوية الأنتي هيستامينيك، هذه أدوية الحساسية، وكذلك الأدوية الزكام، يعني هذا الأنفلونزا والزكام، هذه الأدوية تزيد كذلك يعني في هذا الانتفاخ. ثم الآن بعض الباحثين كذلك يتكلمون عن مضافات غذائية التي تكون في المواد المصبرة، المواد الغذائية المصنعة المصبرة المعلبة، تكون فيها دائما مضافات غذائية. فإذا تجنب الناس هذه الأسباب
ستتحسن حالتهم بدون أي مشكلة، لكن هل يقدرون على التخلي عن استهلاك اللحوم؟ فهناك أمر فيه نظر. فإذا كان الناس لا يقدرون على تجنب اللحوم ولا يقدرون على الحركة، يعني يقوموا برياضة، فسيعيشون مع البي اس اي وربما يصلون إلى هذا الحد الذي يعني يضع لهم طبيب يعني هذه القناة، ويحملون معهم كيس فيه 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 يتبولون فيه. يعني فأن يختاروا بين الاثنين، بين الحالة أن يعني هذا التبول يحبس تماما ثم يضطر للجراحة، وما بين أن يترك اللحوم، أن يختار بين الاثنين. ويعني وهو حر، الشخص حر في اختيار، يختار كيف يشاء. لكن هناك يعني علاجات ذاتية، الأشياء التي يجب على الشخص أن يقوم، هذه الأشياء لا تحل محل العلاجات، فالشخص سيذهب إلى الطبيب وسيذهب إلى جراحة إذا اقتضى الحال، وسيذهب إلى العلاجات، لكن ممكن أن يقوم الشخص هو بنفسه بهذه الأشياء لكي يستريح. حال الذين يعيشون مع البي اس اي ارتفعت انخفضت ارتفعت انخفضت، أن يخفضوا اللحوم، أن يمنعوا اللحوم، وسيرون أن البي اس اي ستنخفض إلى الأبد ولن ترتفع. ممكن يستهلك السمك يوميا، وممكن يستهلك السمك مرتين في اليوم بدون مشكلة. أن يعوض اللحوم بالسمك، أن يتركوا الرخويات يعني فواكه البحر، لأن فواكه البحر كذلك فيها كوليسترول، أن يتركوا فواكه البحر هذه الرخويات، وأن يتركوا الحيوانات كلها بما في ذلك الألبان والأجبان، بما في ذلك الحليب، الحليب كذلك فيه دسم. يعني أن يكون طبخ بزيت الزيتون، لأن الكثير من الباحثين كذلك يتهمون الزيوت الطبخ، لأن الترانس فات الآن متهمة في كل الأمراض، وليس في تضخم البروستاتا، يعني حتى في السرطان والأمراض المناعية الذاتية. يعني أن يترك الناس السكر والزيوت الصناعية، أن تكتبوا هذه الأشياء في ورقة، يعني أحسن من أن تذهبوا إلى الجراحة، يعني يعني الماء يعني ينحبس البول تماما. ثم هناك أشياء أخرى، يعني هذا إذا امتنعتم فقط عن اللحوم وعن الدسم الحيواني وعن هذه الأشياء، عن 50% يعني حالة تتحسن، أكيد الحالة تتحسن. إذا أضفتم أشياء أخرى، الرياضة، الصيام، الحجاب، الرياضة يوميا وليس مرة في الأسبوع السبت الأحد، الرياضة يوميا، الرياضة يوميا، وصباح مساء يكون أحسن. وكذلك يعني بعض الأشياء الأخرى إذا كانت موجودة، منها الساو بالميتو. الساو بالميتو هو في المغرب نسميه أغاز، بالأمازيغية أغاز، هذا تمار الدوم، تمار الدوم، هذا الساو بالميتو كذلك هو جيد هذا للبروستاتا. حمض الأوميغا 3 لابد منه، حمض الأوميغا 3 لابد منه مرتين، الزنك والسيلينيوم، الساو بالميتو، حمض الأوميغا 3. ويبقى القوي في هذه الأشياء كلها بروبوليس. لماذا؟ لأن بروبوليس لا يمكن يعني أن يصل الشخص إلى سرطان البروستاتا. الحالات التي أخذت بروبوليس 100% هذا التضخم يعني رجع، يعني البروستاتا حجمها جيد، بي اس انخفض بهذه الطريقة، هذا البروتوكول، ولا أحد من هؤلاء الذين يتناولون بروبوليس لا أحد وصل إلى سرطان البروستاتا. وهناك أشخاص يعني يأخذون بروبوليس من 2006، من سنة 2006 إلى الآن 14 سنة، يعني حالتهم جيدة، ويعني هذه أشياء يعني نحن عملنا كثير في هذا الميدان، ولكن لا نريد لا بيع ولا شراء، نحن نعطي معلومات للناس أن تتحروا فقط شراء هذه المنتوجات من أشخاص يكونوا على الأقل متقين، وتكون أتمنة يعني شوية يعني معقولة. هذا هو الأشياء، أنا قلت بأنها قد تكون بسيطة، عوض ما يذهب الشخص هكذا يصل إلى الحد أنه هذا التبول يعني يحبس تماما، يعني ويصبح حرج، حالة استعجالية. فمن الأحسن إذا كان الأشخاص الذين يراقبون البي اس اي، إذا كان لديهم مشكل مع هذه يعني هذا التضخم البروستاتا، فيعني أن يتركوا هذه المواد الحيوانية والسكر وزيوت الطبخ وكذلك المصبرات، وأن يقوموا برياضة والصيام وكذلك حجامة، أن يشتروا هذه المكملات من الزنك والسيلينيوم، كذلك الساو بالميتو، هذا تيمار دوم، هذه لكن بروبوليس لابد منهم.